هذا الفندق يقع بالمنطقة السياحية في صابليت ولاية موسيغاني. بالنسبة للمشروع هذا كان متوقف بسبب العرق التي شهدناها بالنسبة للحصول على رخصة الاستغلال، لأنه هذا الفندق كان حوالي سنة مكتملة الأشغال 100%. والحمد لله بفضل قرار رئيس الجمهورية مشروعنا راء النور. في إطار تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية، وفي إطار عمل اللجنة الولائية لفك القيود عن المشاريع الاستثمارية، تم دراسة 361 ملف استثماري تم رفع القيود عنها على مستوى ولاية موسيغاني، والذي هذه المشاريع بإجمال عدد مناصب تقدر في حدود 3000 منصب شغل دائم. أكيد أن هذه المشاريع خلقتها ديناميكية اقتصادية في المنطقة، ووفرت عدد لا بأس به من مناصب الشغل.
المغرب لامب شركة ناشئة توظف 228 عامل منهم تقريب 20% اندمجوا في الشركة بعد الحصول على رخصة الاستغلال الاستثنائية. اليوم الحمد لله بحكم إرادة السلطات.